شرف لما تكرمنا اليوم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لما عرضنا عليه مشروعنا للتتبع عبر الأقمار الصناعية. مشروعنا إنما نطلق 7 أقمار صناعية بحيث إن نحن نقدر نتبع الحياة البرية في خطوتنا الأولى، وأقمارنا الصناعية اللي بيليها منكون قادرين إن نكون شبكة إنترنت الأشياء عبر أقمارنا الصناعية. جهود القطاع الخاص مع جهود القطاع العام يعزز من رؤية دولة الإمارات في نهضة المشاريع الفضائية في السنوات المقبلة.